وقعت وزيره التضامن الاجتماعي نيفين القباجه بروتوكول تعاون مع الهيئه الوطنيه للانتخابات بشان مشاركه الاشخاص ذوي الهمم في العمليه الانتخابيه لتوفير سبل الاتاحه داخل لجان الاقتراع، وقالت وزيره التضامن ان البروتوكول يتضمن تحديث لقاعده بيانات الاشخاص ذوي الاعاقه لمشاركتهم في الانتخابات ولوجود اماكن تسهل عليهم عمليه الاقتراع بالاضافه لوجود مرافقين لهم فضلا عن تثقيفهم بعمليه المشاركه السيئة السياسيه